مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من اكسترا تايم، مساء رياض جديد واخبار رياضيه جديده ومنوعه. بحلقتنا لهذا اليوم نغطي فيها اهم الاخبار المحليه والعالميه. اليوم راح نكون مع طارق وسميحه ومحللنا الرائع محمد حسيبه. يسعد مساكم جميعا. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا من كل مكان. وبحلقتنا لليوم راح نحكي عن البيان اللي اصدره نادي الوحدات مساء اليوم ردا على القرارات اللي اصدرتها اللجنه التاديبيه بخصوص مباراه الوحدات والرمثا. يسعد مساكي سميحه، يسعد مساء كل الناس اللي عم بتابعونا عم بتواصلوا معنا. طبعا الحديث ان شاء الله راح يكون زي ما حكوا الزملاء عن كل المحاور وبالتحديد ايضا عن بيان نادي الوحدات بخصوص قرارات اللجنه التاديبيه الصادرة عن الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد الأحداث المؤسفة التي جرت بعد أو حدثت بعد مباراة الرمثا والوحدات. هذا الحديث راح يكون مع محلل رؤية الرياضي الكابتن محمد حسيبة. يسعد مساك. يسعد مساك طارق. وين الغيبين؟ هنا موجودين أكيد. على طول معاك برا الهواء. خلاص ماشي. أهلا وسهلا فيك حسيبة. طبعاً أكيد قبل ما نبلش حلقتنا خلونا نشوف هالتقرير عن القرارات التي صدرت وبنرجع. بعد قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم التي صدرت يوم أمس بخصوص مباراة الوحدات والرمثا، ردت إدارة الوحدات ببيان صدر بعد اجتماع طارئ عقد اليوم في مقر النادي بحضور نائب رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة. وأبرز ما جاء في هذا البيان توجيه كتاب لاتحاد الكرة يطالب فيه بتأجيل لقائه مع الفيصلي في نصف نهائي بطولة الدرع، والهدف من هذا التأجيل وفق ما جاء في البيان هو تحقيق الحماية لجمهور الوحدات والحفاظ على أمنه واحترامه ومعاملته بطريقة حضارية أسوة بكافة جماهير كرة القدم الأردنية. واعتبرت إدارة النادي أن أي أمر مخالف لمطالبهم فإنها ستعلن عن عدم الاستمرارية بالمشاركة في بطولة الدرع، ليبقى ملف مباراة الوحدات والرمثا معلقا حتى يومنا هذا بعد أن ركل الوحدات الكرة إلى ملعب اتحاد الكرة. محمد، مثل ما سمعنا بالتقرير كان البيان الذي صدر عن نادي الوحدات ردا على قرارات اللجنة التأديبية. أنت كيف بتشوف طلب الوحدات بتأجيل المباراة مع الفيصلي يوم الخميس المقبل؟ أنا شوفه هو كان الجميع كله بنتظر قرار الوحدات المخصص هاي المباراة إما بالمشاركة أو عدم المشاركة. بجوز اليوم قرار إدارة نادي الوحدات إجا قرار وسطي للجماهير. نعم. الوحدات والجماهير اللي بتنتظر هذا القرار، لأنه كانت ما بين قرار إما المشاركة أو عدم المشاركة في المباراة، وخصوصا أنه كل كان بنتظر حسب قرارات من إدارة الوحدات السابقة أنه قرارهم سيكون ما بعد قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم. أنا بشوف أنه بلش الآن بجوز النوع الاتزان بقرارات الوحدات أو المد والجزر اللي كان يصير بالفترة الماضية، بلش الآن للقرار أنه خلينا نشوف شو ممكن يصير، أنه ممكن يكون في هناك حل وسط. احنا عم نشوف هناك في اجتماعات لدى اتحاد كرة القدم، عم نشوف ايضا اجتماعات لدى نادي الوحدات، ما عم نشوف اجتماعات مشتركة انه لحل الموضوع. نعم. الموضوع قاعد عم بتضخم، عم بيصير اكبر من حجمه الطبيعي، عم نشوف تصريحات هون وهناك من كلا الطرفين، عم نشوف اطراف اخرى عم تتدخل بالموضوع، ما عم نوصل لحل وسط انه نحل هاي المشكلة. في النهاية يجب انه الموسم انه يمشي على خير لمصلحة الكرة الأردنية، بعيدا عن المشاكل الشخصية اللي ممكن بلشت الجماهير انه تحكي انه هاي القرارات ممكن تكون لمصالح شخصية لأحد الأطراف، والاتحاد أيضا ممكن يحكي هذا الكلام. فيجب أن يكون في هناك اجتماعات مشتركة ما بين الطرفين حتى أنه تهدى الأمور شوي، وأنه تطلع القرارات للأشخاص اللي أخطأوا خلال هاي المباراة وخلال هاي الأحداث، أنه الكل يتعاقب، الشخص اللي أخطأ يتعاقب، والشخص اللي عمل أشياء إيجابية في هذا الموضوع أنه يكون في له دور إيجابي أيضا في المرحلة الحالية، وخصوصا أنه عم توصل لمرحلة متأزمة. الآن الوحدات طلب التأجيل مباراته مع الفيصلي، أتوقع أنه الفيصل راح يرفض هذا القرار، أنه لو أنه الوحدات الاتحاد جار الوحدات بطلبه راح يكون في هناك أزمة أخرى مع النادي الفيصلي خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أنه بيعتبر أنه من حقه أنه يلعب المباراة في موعدها، انه من حقه انه يستغل الظروف اللي صارت مع الوحدات انه حتى انه يعطي فريقه افضليه نوعا ما من الناحيه النفسيه والمعنويه ضد مواجهه غريمه التقليدي الوحدات. اتوقع الوحدات الاتحاد عفوا الان نوعا ما في ازمه، في حيره في امره، بجوز نحكي فن اداره الازمات ما كان موجود
خلال هاي القضية أنه يتعامل مع الأطراف الثلاثة اللي كانت موجودة بالمشكلة، وأنه يوصل لمنطقة محددة أنه ممكن تنحل فيها الخلاف. أتوقع أنه حتى الاتحاد ما أصدر قرارات في المرحلة الحاسمة أنه ينهي هذا الجدل، أعطى أيضا الوحدات طرف أنه ممكن يمد هذا الموضوع لمرحلة أخرى. نعم حسيبة، وأيضا ننتقل مباشرة عبر الهاتف للسيدة عوض الأسمر ناطقة الإعلامية لنادي الوحدات عضو مجلس الإدارة. يسعد مساك يا أستاذنا. يسعد مساك أستاذ طارق، أنت والأخوة المحترمين، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله. الحمد لله، دائما يستاهل الحمد. أستاذ عوض، البيان صدر من نادي الوحدات، يا ريت تعلقنا عليه، وهل تم إيصاله للاتحاد الأردني لكرة القدم؟ هل تم التواصل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم حول ما قررت إدارة مجلس نادي الوحدات بعد هذه الأحداث؟ بداية يعني مساء الخير لك ولزملائك الكرام، ومساء الخير على الجماهير الأردنية عامة وعلى جماهير الوحدات خاصة. بالبداية احنا لم نصدر بيان، هو كان قرار انعقد، احنا جلستنا كانت مفتوحة خلال يعني خلال الفترة الأخيرة، كونه يعني كنا ننتظر قرارات اللجنة التأديبية، وللأمانة جاءت قرارات اللجنة التأديبية مجحفة كثيرا بحق نادي الوحدات وجماهير نادي الوحدات، واحنا كان الهدف من الموضوع انه كل شخص يتحمل مسؤوليته. وللأمانة من البداية حتى من أول بيان أصدروه الاتحاد والمستشار الإعلامي من خلال الاتحاد كان بيان غير مهني. نعم. وحتى الدعوة لنادي الرمسة ونادي الوحدات والإعلام برضو كان عساس يعني يبعدوا الكرة من ملعب الاتحاد للأطراف الأخرى. نعم. للأمانة إحنا بنوجد في هذا الموضوع يعني إجحاف كبير بحق نادي الوحدات وبحق جماهير الوحدات والجماهير الأردنية بشكل عام. يجب على الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث. لا 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 يعني الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث. نحن في نادي الوحدات اليوم تداعينا قرارات اللجنة التأديبية، وتم يعني تم أخذ قرار بمخاطبة الاتحاد لتأجيل مباراة القادمة مع نادي الفيصلي من إقامتها يوم الخميس ضمن بطولة الدرع الاتحاد. نعم. وذلك الحين ارسال يعني احنا بدنا برضو ضمانات حمايه لجماهيرنا، يعني لانه كل اللي حدث ما بعد المباراه نطلب حمايه لجماهيرنا اولا، والحفاظ على امنه واحترامه ومعاملته بطريقه حضاريه اسوا بكافه الجماهير الاردنيه في البلد يعني. وخلاف ذلك يعني راح يكون احنا مستمرين في موضوع عدم المشاركه في البطوله. نعم. طيب أستاذ عوض، هل تم التواصل مع الاتحاد بعد القرارات التي تحدثت عنها التي صدرت عن مجلس إدارة نادي الوحدات وليس البيان؟ يعني كما ذكر الأخ حسيبة كل نغني على ليلى. نحن في نادي الوحدات نجتمع مع بعض كمجلس إدارة، ولا مجلس الاتحاد يجتمع ويحول القرارات للجنة التأديبية الذين يدعون يعني بأنها مستقلة. نعم. يعني أنا بدي أسأل اللجنة التأديبية المستقلة هي تعيين من وين يعني؟ أليس هي تعيين الاتحاد نفسه؟ أليس يعني طالت مدتها أي قضاء عادل المفروض الطول مدته المفروض يتم تغيير أشخاصه؟ نعم. الآن إحنا يعني نشكك بقرارات اللجنة التأديبية، يعني أنا بتفاجئ مثلا عندنا مدير الفريق 6 مباريات و1500 حرمان، بس يعطونا مبرر واحد مثلا لهذا الحرمان. الجمهور الذي تدفق إلى الملعب، ما أسباب نزوله للملعب؟ أليس للأمان؟ أليس سابقات في إحدى المباريات الأخرى في الشمال كان جمهور الفيصلي حوالي تقريبا ساعة في نص الملعب على أساس حمايته وأمانه؟ وهذا الحكي مطلب جماهير الوحدات، نحن بدنا نضمن الأمان والحماية لجماهير الوحدات، نحن ليس الجهة المخولة للحفاظ والأمان، نطلب الحماية والأمان لجمهورنا. نعم. هذا كان مطلبكم في القرارات، لكن إلى الآن لم أسمع منك الإجابة حول التواصل مع الاتحاد بعد هذه القرارات السابقة. يا سيدي احنا نتواصل مع الاتحاد من خلال الكتب الرسمية، هم يصدرون لنا الكتب الرسمية ونحن نصدر لهم. أرسلت لهم الكتاب يعني؟
نعم الليلة يعني لما انتهى صياغة الكتاب تم إرساله عبر الفاكس وغدا صباحا سوف يسلم باليد. نعم أستاذ عوض الأسمر الناطق الإعلامي باسم نادي الوحدات عضو مجلس إدارة، كل الشكر لك على التعاون الدائم، وأيضا سنتابع الموضوع خلال الحلقات القادمة طبعا وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف بإذن الله والأمور ترجع كما كانت وأفضل. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل الناس اللي عم بيتابعونا وبتواصلوا معنا، وإن شاء الله النفوس إنها تكون هادئة دائما، وأيضا جماهيرنا دائما تكون بألف خير بجميع أطيافها، وأيضا كرتنا الأردنية ورياضتنا الأردنية تبقى دائما بألف خير. أكيد طبعا. حسيبة في البداية خلينا تعليقك تعقيبك على كلام السيد عوض الأسمر. يعني أستاذ عوض الأسمر حكى نقطة جزء كمان طارق سأله عنها اللي هي مسألة التواصل مع اتحاد كرة القدم. نعم. يعني الآن تأكدنا 100% أنه في هناك انقطاع بالاتصالات ما بين الطرفين، في هناك نوع من التصريحات اللي ممكن أنها تأزم الموضوع سواء من هون أو من هون لدى الطرفين. أتوقع أنه ما في كان هناك أي نوع من المبادرة سواء من الوحدات أو من اتحاد كرة القدم حتى أنهم يوصلوا لمكمن الخلل. إحنا مشكلتنا الآن مكمن الخلل بهاي المشكلة حتى أنها ما تتكرر بملعبنا الأردنية. إذا منشوف اليوم اللي تبع على صفحات الفيفا كان في هناك بعض الأشخاص كانوا يحطوا روابط لصور الأحداث اللي صارت بمباراة الوحدات والرمثة، هاي ممكن تصرفات يعني إحنا ما بنقبلها حتى لأنه إحنا بدنا نستضيف كأس العالم للشبات خلال الأيام المقبلة. فأتوقع إنه أيضا يجب إنه كمان الجمهور يكون واعي لهاي الأمور، إنه ما نصعد الأمور على الإعلام الخارجي، ما نصعد الأمور أكثر من هيك، لأنه أصلا وضع مش متحمل إنه يكون في هناك أزمة كروية محلية قبل انطلاق الموسم، قبل انطلاق بطولة مهمة مثل كأس العالم للشبات. فأتوقع أنه الوحدات الآن يجب أنه شوي راجع أموره، واتحاد كرة القدم شوي راجع أموره، يجب يكون في هناك تنازلات، ما نحكي تنازلات بحقوق الجماهير، ولكن بالأمور اللي شوي فيها عصبية ما بين الطرفين أتوقع أنه لو تدخل بعض الأشخاص ممكن أنها تنحل الأمور. نعم. وممكن أيضا أنه نحكي الضمانات اللي بيحكي عنها الوحدات، يعني لو استنوا لبكرة لغاية الاجتماع التنسيقي وحضروا الاجتماع التنسيقي أتوقع أنه أيضا الاتحاد وقوات الدرك محضرين إشي لجمهور الوحدات خلال المباراة المقبلة أمام الفيصلي، يجب أنهم يسمعوا، يجب أنه يسمعوا. أما الطرف أنه اللي هذا يسمعوا من خلال إكسترا تايم كمان بس بدون ما نحكي بالتأكيد، بس يجب أنهم يقعدوا أيضا بكرة أنه يقعدوا بالاجتماع التنسيقي ويسمعوا شو حل الاتحاد، أنه هل ممكن أنه في ضمانات فعلا أنها تقدم لجماهير الوحدات وجماهير النادي الفيصل خلال مباراة القمة أم ما في ضمانات؟ أما يأخذ قرار أنه أنا ما بدي أحكي معك إلا ما تقدم لي ضمانات، طب هو بكرة في اجتماع بين كل الأطراف، أتوقع أنه هذا الاجتماع هو الفرصة الوحيدة لحل المشكلة. نعم. نحكي اجتماع لمباراة ولكن رح يلتقوا فيه كل الأطراف، اتحاد كرة القدم والدرك وأيضا نحكي نادي الوحدات، فأتوقع كل واحد رح يحكي اللي عنده، رح تتصافى النفوس، أتوقع رح يكون في هناك في حلول بهذا الموضوع، رح يكون في هناك في ضمانات. أنا متأكد أنه يعني بحسب اللي سمعناه أنه في ضمانات رح تقدم إلى جماهير الفرق حتى أنه ما تتكرر الحادثة اللي صارت خلال مباراة الوحدات والرمثة. طيب حسيبة، الحل الأسلم والأمثل لكل هذا الموضوع حتى أنه يعني إن شاء الله ما يتكرر مثل هيك أحداث وإحنا ما نشوف أي إشي بضر الجماهير، لأنه بدون جماهير ما في فوتبول، بدون جماهير ما في رياضة. يعني شوف بالتأكيد هو الجمهور هو أساس الرياضة بأي مكان بأي لعبة ممكن تلعب، يعني الجمهور هو دائما العمود الرئيسي لنجاح الرياضة في الأردن أو خارج الأردن. فأتوقع أنه الأساس أنه يكون في هناك ترتيبات نحكي مش شديدة على الجمهور، دائما الجمهور لما يدخل مرتاح للملعب أتوقع أنه ما بيكون عصبي، حتى بتقبل الخسارة بروح رياضية أكبر، ولكن دائما إحنا بناخد احتياطاتنا من الأشخاص بجوز الفئة اللي ممكن تعمل مشاكل، أنه بيكون في هناك تجديدات أمنية على هاي المباريات. ولكن إحنا بنحكي الآن أنه هاي القضية يجب أنها تنحل بأسرع وقت ممكن. خليني بس أنا بدي أعقب على نقطة أنه الوحدات طلب تأجيل المباراة. الآن هو بالسياق القانوني راح ترتفع الطلب لأمانة السر، وأمانة السر راح تحولها إلى لجنة المسابقات. الآن اللي قاعد عم بيصير أنه الفيصل الآن بيطالب أنه ما تتحول لدائرة المسابقات، لأنه رئيس دائرة المسابقات هو رئيس نادي الوحدات طارق خوري. هو راح يطلب اجتماع مشان انه هاي تصير هاي الطلب يدرسوا طلب التاجيل. فاتوقع انه الاتحاد يجب انه يلاقي حل بعيدا
عن دخول القطب الثاني بالمشكلة اللي هو النادي الفيصلي. يجب أنه يلاقي حل مع الوحدات ويجب أنه يلاقي حل مع الفيصلي بدون مهمة أنهم يصيروا أصحاب القرار ضد بعض، لأنه بالتأكيد ما راح يكون فيه هناك قرار توافقي ما بين الفيصل والوحدات، خصوصا كلنا شفنا المبارح بيان النادي الفيصلي اللي برفض فيه التأجيل وبرفض فيه أنه المباراة راح تلعب بموعدها، وأيضا سحب ممثله من لجنة المسابقات اللي هو السيد رمزي أبو السندس أعلن استقالته من لجنة المسابقات. فإحنا عم نشوف أنه الأمور عم تتصاعد بين الأندية على ذات الخلاف، مع أنه كانت المشكلة في البداية بين الوحدات والرمثة والاتحاد، الآن عم نشوف الفيصل عم بدخل. صحيح. الآن بكرة ممكن أنه إذا الوحدات ما لعب هاي المباراة ممكن أندية أخرى تقول لك أنه إحنا منطالب بتجميد الوحدات، وأندية أخرى تنصف مع الوحدات، فراح يصير العرب عربين قبل بداية الموسم. فيجب أنه يكون في هناك تدخل من اتحاد كرة القدم لاتخاذ قرار جوهري، اعتقد لو حتى انه تكون باقل الخسائر. الان راح يكون في خسائر، اتوقع ما راح يرضى القرار اي شخص كامل يعني كامل الناس مش راح يرضى بالقرار ممكن يطلع، ولكن انت توصل لقرار باقل الخسائر الان في المرحله الحاليه افضل من انك تخسر خسائر كبيره في المرحله المستقبليه. اتوقع جمهور الوحدات الان مع حق، اتحاد مع حق ببعض البنود، نحكي القرارات المنتظره الان الجمهور كله بيستنى قاعد شو ممكن يصدر. انا يعني ما بلوم اداره الوحدات، هم موقف محرج بصراحه، هم الان بموقف محرج اما باستمرار المشاركه واما بالحفاظ على حقوق جماهيرهم، واما يعني انه الان هم مش عارفين شو بدهم يصدروا قرار الا في خلال انهم ما يخسروا حق جماهيرهم اللي هو حق الرئيسي لهم، الهدف الرئيسي لهم. وايضا الاتحاد بقول لك انا بطبق تعليمات، والتعليمات دائما نعرف انه دائما التعليمات الرجل القانون التعليمات جامده، مش ممكن انه مثلا تقول لك انه انا نزلت على الملعب مثلا انه مشان شخص ضربني، هو بيقول لك انا اجتني وقائع. هل ممكن هاي التقارير انه كانت ممكن تكتب بطريقه انه ما تأزم الامور؟ نعم. تقارير مراقب المباراه وتقارير الحكام والى اخره كان ممكن احتواء الامور قبل انها وصولها الى العقوبات، وانه كان يكون في هناك مفاوضات. دائما نعرف لجنه العقوبات ولجنه التاديبيه تستمع لشهود، ليش بهاي القضيه ما استمعت لشهود بالذات؟ يعني بصراحة كان ممكن عشان يكون في هناك إيش اسمه روح القانون. يعني أنا ممكن أسمع لإدارة الوحدات صالح نمر قبل ما أتخذ فيه العقوبة إنه شو اللي صار معك، ممكن أنا كلجنة تأديبية إنه أشوف إنه والله إنه هذا صار معه تصرف غصب عنه، بدأ غصب عنه في ظل الظروف اللي صارت، ونحكي نزول الجماهير إلى أرض الملعب والآخرة. أما إنك حكمت على إداري بالإعدام من 6 مباريات، خلينا نحكي من الموسم، عقوبة قاسية نوعا ما، وخصوصا إنه ما تسبب بشغب. يعني هو لحق اللاعب حسن عبد الفتاح إلى الدرجة إنه مشان حافظ على اللاعب، فأتوقع إنه يعني كان في عقوبة قاسية. ممكن أنا برأيي الشخص إنه اعتبرت إنه هو كان كبش الفدا بهاي العقوبات، حتى انه لازم يكون في عقوبه على احد الاطراف. فباعتقادي انه المرحله الجايه هي الاصعب، احنا قطعنا كثير من مرحله الاحداث ما بين مباراه الوحدات والرمثه، المرحله الجايه هي الاصعب. هل تقام مباراه الفيصل والوحدات ام لا تقام؟ هو السؤال الابرز الان في الشارع الرياضي الاردني. الفيصل الان حط موقفه انه بده يلعب المباراه، مش راح يرفض التاجيل، والوحدات بيطلب التاجيل، ما قرر عدم المشاركه. فاتوقع انه عدم قراره الرسمي انه يطلع قرار رسمي انه انا ما بدي العب، اتوقع انها فيها مجال الان لعوده الامور الى نصابها في المرحله المقبله، بشرط انه تامين جماهير فريق الوحدات. فاتوقع يجب انه بكره يحضروا الاجتماع الفني حتى انهم يسمعوا وجهه نظر الدراك ويسمعوا وجهه نظر اتحاد كره القدم. نعم، من الضروره طبعا محمد يحدث هذا الكلام، وان شاء الله الامور تكون بافضل حال. اكيد. اذا ما زال لدينا الكثير عن المواضيع اللي نحكي فيها، لكن نطلع اول فاصل لهذا اليوم ونرجع لكم. مساء الخير من جديد، مكملين معاكم حلقتنا لليلة، وأكيد كمان مواصلين الحديث عن قضية نادي الوحدات مع ضيفنا محمد حسيبة. مساء الخير مرة ثانية محمد. مساء الخير سميحة. محمد، هلأ بدنا نسأل عن، يمكن شفنا كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي في حملة أطلقتها جماهير نادي الوحدات لمقاطعة المدرجات، شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني شوف، هي حملة بتنم عن موضوع قد ما هو كبير، وايضا عن غضب الجمهور الوحداتي عن الموضوع اللي صار. يعني بالتاكيد دائما اي جمهور بتعاطف مع بعضه في قضيه انه صحيح. حتى انه يعني زي ما بيحكوها بيناصروا بعض حتى انهم ياخذوا حقوقهم من هذا الموضوع. بجوز الجماهير الاردنيه كافه بجوز كانت تعاني من بعض الشغلات اللي كانت تصير خلال الملعب، بجوز جمهور الوحدات مش اول مره بتعرض لحادثه داخل الملاعب الاردنيه، حتى انه هو بده يضمن سلامته خلال المرحله المقبله، وخصوصا انه الملاعب عندنا صارت على وضعيه الملاعب المكشوفه بدون شيء، بدون سياج امام المدرجات. صحيح. وايضا نحكي انه بيطالبوا انه الان الملاعب تكون
بمرحلة يعني راحة ورفاهية للجمهور. يعني احنا عم نشوف الآن بالفترات الماضية عم نشوف جمهور صار في عائلات يحضروا مباريات درع الاتحاد. بجوز احنا نطلع على هاي البطولة اللي أكثر جمهورها أكثر من بطولة الدوري الموسم الماضي، عم نشوف في هناك حضور جماهيري، عم نشوف هناك في نجاح بالمستوى وبالحضور الجماهيري لهي البطولة. فباعتقادي أن حملة المقاطعة بعد اللي صار ممكن هذا حق من حق جماهير نادي الوحدات، أنه يقول لك أنا ما بدي أحضر في ظل حتى أنه أعرف شو مستقبلي أنا على المدرجات خلال بطولات الموسم المحلية، أعرف أنه أنا شو راح يتقدم لي كمشجع داخل هذا المدرج. من حقي أني أزعل لما يخسر فريقي، من حقي أني أفرح لما يفوز فريقي، من حقي أني أعبر بطريقة أنها ما تسيء للآخرين. صحيح. ولكن لازم يكون في هناك ضوابط. خلينا نحكي الآن، إحنا مقبلين على كأس العالم للشباب، أتوقع أنه هاي الضوابط يجب أنها توضع للمشجع، أنه يعرف وين يقعد، أنه يعرف متى يخرج متى يجلس داخل الملعب. أتوقع أنه هاي قضية أنه خروج الجمهور الفائز والخاسر، أتوقع مع النظام الجديد يجب أنها تلتغي، يجب أنه في هناك بوابات خاصة لجماهير الفريق الألف، بوابات خاصة لجماهير الفريق باء. مش شرط أنه أنا أقعد ساعة ونص بعد المباراة أني أستنى على ما يطلع الجمهور الآخر، لا. نعم. أتوقع أنه الآن بوابات المدن الرياضية أصبحت بتهيئ هذا الإشي، أتوقع أنه المدرجات أصبحت مريحة للشخص اللي بده يجي يحضر، بطل يجي يقعد على نحكي على حجارة كانت الملعب زمان أنه هي عبارة عن صبات إسمنتية أصبحت الآن. فأتوقع قرار المقاطعة هو لكشف الضمانات، لكشف انه ما هو مستقبل الجمهور داخل المدرجات. حتى اتوقع انه هذا الامر ممكن يفيد الانديه الاخرى، انه يكون في هناك نظام لكافه الفرق انه تحفظ امنهم، تحفظ سلامتهم، وايضا الجمهور المخطئ بده يتحاسب. اتوقع انه هاي الامور انها ممكن انها هي يعني هاي هي الضمانات بالنسبه للجمهور، تامين راحه المشجع داخل الملعب، بالتأكيد. تنظيم الدخول والخروج، بالإضافة ل يعني الابتعاد عن أي مصدر مشكلة. يعني بالتأكيد أنا بالنهاية أنا بشوف إنه الجمهور هو الحلقة الأضعف. بجوز الأطراف الثلاث جهات رسمية اللي هي نادي الوحدات والدرك واتحاد كرة القدم، أتوقع الكل بحاول يستعطف الجمهور في هذا الأمور. أتوقع الجمهور بده يجي يستمتع. نعم. هو ما بده أنه يفوز يعني نحكي يضل يفوز ببطولات على طول، أو يضل مثلا كذا أنه الاتحاد أنه مشان الاتحاد أو مشان جهة أخرى. أتوقع أنه هو جاي بده يشجع فريقه، بده يستمتع، هو جاي جمهور، أنه جاي بده أنه الإشي الرئيسي الأهم هو الجمهور، هو اللي بنجح المباراة، هو اللي بعطي المباراة إثارتها. فأتوقع أنه الجمهور هو الطرف الأهم، يجب أنه كلنا نعتني في الجمهور لأنه هو اللي بنجح أي شيء. أكيد. نعم. حسيبها يعني بعيدا عن هذا الموضوع كلياته، أنا بدي أسمع رأيك في المستويات اللي قدموها كل الفرق في الدرع وصولا للدور الثاني والتأهل الأفضل. يعني بجزء بطولة الدرع أنا طارق لحد الآن عند قناعتي إنها هاي السنة أقوى من بطولة الدوري كانت في نعم. في المستويات اللي قدموها. أتوقع إنه ظهور الشكل الجديد للفرق، خلينا نحكي، أعطانا يعني تفاؤل للموسم الجديد. أتوقع أيضا عمرنا ما شفنا بطولة الدرع بهذا المستوى، خصوصا إنها تيجي بطولة تحضيرية، دائما الأندية بيعتبروها بطولة تحضيرية بدون ما يخوضوا مباريات ودية، ولكن شفنا هناك في لياقة بدنية عالية، شفنا ايضا تنافس شديد من كل فرق، شفنا البطاقات حسمت في الجوله الاخيره، ما شفنا فرق انها تاهلت في من الجوله الثالثه او من الجوله الرابعه، كانت كلها حسب الجوله الاخيره. حتى مباراه الوحدات والرمثة هي الاخيره مع نعم. الثانيه الاخيره تعرفوا الفريق المتاهل الى الدور الثاني. اتوقع انه هذا المستوى انه يجب انه يستمر. اتوقع انه أسباب الرئيسية اللي هي نحكي تواصل المنافسات، ما في كان هناك انقطاعات كثيرة، بجوز انقطع مرة واحدة مشان مباراة المنتخب مع قطر. نعم. تواصل المنافسات، بقاء اللاعبين بالفورمة أعطاهم أنه حافز أنهم يضلهم عايشين جو المباريات، جو الانتصارات، أو الفرق اللي خسرت أنها تعود، ما ينقطع أنه هناك شهر أو شهرين. توقع الحضور الجماهيري كان له سبب كبير في رفع المستوى الفني للفرق، حتى انه شفنا يعني انه مش بس الفيصل وحدات حضروا، كان في هناك جماهير للسحاب، كان في هناك جماهير للرمثة قاعده بتحضر بقوه، كان في هناك انه بيعتبروا الجماهير انه هاي المباريات مباريات مصيريه لهم، لما كانوا يلعبوا المباريات نحكي الفيصل يلعب مع سحاب ولعب مع البقعه ولعب مع الجزيره واجا جماهير، ما كانت مباريات لهم بالنسبه انه بيلعب مع الفيصل مع الوحدات او مع الرمثة، كانت كل مباريات بالنسبه لهم قمه. واتوقع ايضا الشيء اللي ساهم ايضا توقيت نعم. المباريات، احنا عانينا الموسم الماضي مباريات الساعه 2:30، صحيح. شفنا هاي السنه عم بيلعب 5 وعم بيلعب 8:30، توقيت ناسبت الجماهير، شفنا نجاح، تباعد فترات المباريات كان مناسب لكل حتى الجو يمكن بالتاكيد الجو الصيفي دائما هو يعتبر الجو أفضل. المناسب لممارسه كره القدم اللي هو المعتدل المتوسط خلال هاي المرحله. واتوقع ان بطوله الدرع
يجب انها اعطت فائده للاتحاد انه كيفيه التنظيم، انه يجب انه يكون في هناك نحكي مراعاه للتوقيت، انه الانديه حتى الجمهور انا بالنسبه لي انه يجب انه يعرف متى فرقه راح تلعب بالتوقيت المناسب، حتى انه يتابع ويحضر ويقعد يحسب مثلا نحكي الامور البسيطه للجمهور انه كم نقطه بدي وبدي افوز على الفرق الفلاني ومتى راح العب مع الغريم التقليدي الوحدات او الفيصلي العكس، زي هاي الامور كلها تعطي إثارة وندية للبطولات. أكيد إن شاء الله، طبعا إحنا بنتمنى الموسم الكروي كامل يكمل بهاي الطريقة وتكون الإثارة والندية والحماس متواجدة دائما بين الفرق. إذا زميلنا وحبيبنا محمد الحسيبة بنشكرك على تحليلك الرائع وكلامك الأروع.